بداية القمة هذه العام مختلفة. لدينا 140 دولة في القمة، لدينا 16 منظمة دولية. بدأنا منذ اليوم هناك قمة التنمية المستدامة بالإضافة إلى السعادة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيير المناخي، بالإضافة إلى استكشاف الفضاء. الحضور عالمي، العدد زاد عن السنوات الماضية خاصة من المنظمة الدولية وكذلك الدول. اليوم دولة الإمارات نموذج للإدارة الحكومية، ومن خلال القمة العالمية للحكومات هناك نموذج عالمي، نموذج دولة الإمارات. أعتقد من الأمور الأساسية في هذا العام مشاركة الشباب. بدأنا الفكرة العام الماضي، السنة هذه الفكرة تطورت. دولة الإمارات تتحدث عن مواضيع مستقبلية. اليوم نتكلم نحن عن المستقبل، والمستقبل قابل للتغيير بصورة كبيرة جدا. دورنا الأساسي هو الاستعداد للتغيرات المستقبلية. على سبيل المثال نتحدث عن الذكاء الصناعي ودور الذكاء الصناعي في الحكومات والقطاع الخاص. نتحدث عن موضوع التغير المناخي أيضا كذلك. التغير المناخي من الأمور الأساسية، ولكن أيضا التغير المناخي له تأثيرات سلبية على كثير من المجتمعات، خاصة الجزر الصغيرة سيكون هناك لاجئين التغير المناخي. فأيضا من خلال الاجتماعات التي عقدت في القمة، الحكومات تستبق هذه الأحداث أو هذه المتغيرات. نتحدث عن موضوع السعادة، ولدينا 500 عالم وبروفيسور في موضوع السعادة. والهدف الأساسي اليوم مع المتغيرات في السريعة جدا على في المجتمع، سواء المتغيرات في قطاع التكنولوجيا أو المتغيرات الإعلامية أو كمية المعرفة والمعلومات التي تأتي للمجتمع، نحاول أو أن نوازن بين سعادة المجتمعات والمتغيرات التي تحصل في القطاعات المختلفة. القمة هذه العام فترة طالت، أربعة أيام بدأ، ثلاثة أيام بدأنا. اليوم سمينها يوم صفر، وهو من خلال الاستعدادات للقمة، وأيضا عمل ورش عمل جانبية، سواء هناك أيضا جلسات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو التنمية المستدامة والإعلان الذي سيأتي من هذه الاجتماعات. بإذن الله القمة هذا العام ستكون قمة مختلفة. نموذج دولة الإمارات هو نموذج عربي، ولكن أيضا عالمي قابل للتطبيق في كثير من الدول.